آباء عاجزون عن شراء ملابس العيد لأطفالهم. الحكومة تستأنف الاستكشافات النفطية عبر شركة إندونيسية. ترامب ضيف غير مرحب به، وجوده خطر على سياساتنا. أهلا بكم. في الحرب كما في السلم هناك مشكلة لا تتوقف في تعز يعيشها الأهالي، أكانت الحرب قريبة منهم أم بعيدة؟ إنها وفقا لموقع المصدر أونلاين، أزمة المياه المتصاعدة في تعز وإجراءات السلطة المحلية لضبط الأسعار. وقال الموقع إن مدينة تعز المحاصرة تعيش منذ سنوات أزمة مياه حادة، حيث وصل سعر صهريج المياه سعة 4000 لتر إلى 18000 ريال، وصل في أحيان أخرى إلى 22000 بحسب سكان المدينة. وأزمة المياه في تعز ليست جديدة، لكن الحوثيين عمدوا مطلع شهر فبراير الماضي إلى إيقاف ضخ المياه من الآبار الرئيسية الواقعة تحت سيطرتهم شرق المدينة، حيث يوجد حوض المياه الجوفية الرئيس والذي يغذي المدينة عبر مشروع المؤسسة العامة للمياه في تعز بقرابة 2500 متر مكعب في اليوم، في حين كان يغذيها قبل اندلاع الحرب في عام 2014 بنحو 17000 متر مكعب في اليوم وفق تقرير المؤسسة العامة للمياه. وتستهلك المدينة قرابة 35000 لتر مكعب من المياه في اليوم الواحد، أي بعجز يصل إلى 144% تقريبا. وحددت السلطة المحلية بتعز سعر واية الماء سعة 4 إلى 3000 لتر ب4000 ريال، منها 800 ريال لصالح البئر. كشفت منظمة رايتس رادار عن ارتكاب جماعة الحوثي المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان وفقا لتقرير نشره موقع يمن مونيتور بعنوان انتهاكات فظيعة وجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة حجور بحجة خلال الشهور الماضية من العام الجاري. وقالت المنظمة في تقرير لها أن الانتهاكات ترقى بعضها إلى جرائم حرب، وتكشف بعضا من المأساة الإنسانية التي تدور هناك بعيدا عن أنظمة أو أنظار العالم. وأوضحت أن مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفظيعة ضد أبناء قبائل حجور خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها حالات إعدام وقتل واعتقال وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت. وطالبت المنظمة في تقريرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور حتى لا تضيع حقوقهم هدرا، والعمل على عدم إفلات الجناه من العقاب. عدن أكبر من أي مقاس، تحت هذا العنوان كتب سياسي المعروف وسفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تحدث فيه عن عدن وتحريرها. تحررت عدن من قبضة الميليشيات الحوثية وحرس صالحي بمقاومة أبنائها وتضحياتهم ومعاناتهم وإصرارهم على نيل حريتهم. لعدن عبق التاريخ حينما تصدح بالحرية، وشذ البحر عندما تتمسك بمدنيتها. سيضيف التاريخ هذا الحدث إلى سجلاته المحترمة القديمة، مؤكداً أن الشعوب التي ترفض الذل لا يمكن أن تقف في طريقها أي قوة تحول بينها وبين الحرية. عدن المدينة التي كانت مهد المجتمع المدني في هذا الركن من الجزيرة العربية أنتجت عبر تفاعلات اجتماعية وثقافية وسياسية عناصر ومكونات هذه الحرية في تناغم مع ما شكلته المدنية في حياتها من مساحة ثقافية لا تعرف الكراهية، ومعرفية لا تعرف التعصب، وحبا للعمل، وانفتاحا على الحضارات والأثنيات المتعددة، وكلها عوامل شكلت تراثا يمدها بالصمود أمام تغييرات الأزمان. عدن بطبيعتها لا تشتعل بالعنف لتقاوم الظلم، وإنما تشعل مصابيح التنوير في الوجدان لتميز الخبيث من الطيب. تستوعب الطيب وتعيد بناءه كجزء من ثقافتها، وتنبذ الخبيث بمحاصرته في ذاته، وتمهد لاقتلاعه بعزله خارج بناها المدنية. حينما تتعرض للعنف القادم من خارجها، يتماسك بنيانها الداخلي
كتعبير عن أصالة انتمائها للعالم المدني. هذا التماسك في صيغة الالتحام بقيمها المدنية لطالما شكل متراس الدفاع الأول الذي يبقاها عصية على الاختراق، على غير ما يعتقد المداهمون لسلامها من أوهام السيطرة، محمولة بتاريخ كفاحي وإنساني ومدني طويل واجهت عدد ميليشيات الحوثي وحليفهم الذي أوغل في تكسير وتشويه مدنية عدن ظناً منه أنه يعيد إنتاجها بمقاسه. كانت عدن أكبر من أي مقاس. يسير حاملاً كيساً بلاستيكياً صغيراً في يده، ومن خلال حديث عابر مع موقع قناة أو موقع بلقيس، قال إن في الكيس ملابس العيد لبعض من أطفاله البالغ، عددهم 5 أطفال لكنه كسى منهم 3 وهم الأصغر سنا، وبقي 2 لم يستطع الشراء لهم. عدنان عبد الله شرف وهو موظف حكومي يقول أيضا: مبلغ 25,000 ريال كل ما كان يملكه لشراء ملابس العيد لأطفاله، وهذا المبلغ وفرته زوجته التي غادرت صنعاء نحو بلدتهم الريفية بتعز جراء توقف راتبه الحكومي وعجزه عن سداد إيجار السكن. وختم عدنان حديثه بالقول: زوجتي بعد مغادرتها صنعاء باعت آخر ذهب تملكه واشترت ماعزين صغيرين اعتنت بهما، وقبل العيد باعت واحد منهم 20,000 وأرسلته له لشراء ملابس للأطفال، لكن المبلغ لم يكفي إلا 3. ولا يختلف حال الطفل معاذ هاشم ذي 9 أعوام عن طفلي عدنان الذي عجزا عن توفير ملابس لهما. والد معاذ وهو موظف حكومي يعيش حالة تقشف قاسية، وما يكسبه من جمعه لمخلفات النفايات بالكاد يفي لتوفير وجبتين باليوم لطفله معاذ وزوجته ووالديه وتسديد إيجار الدكان الذي يقيمون فيه. كان الطفل معاذ يبكي بحرقة بعد فشل والده في شراء ملابس العيد له، وأكد لقناة بلقيس أنه لن يخرج يوم العيد ولن يلعب مع الأطفال لأن والده لم يشتري ملابس جديدة له. آباء وأمهات أكدوا لبلقيس أنهم لم يستطيعوا شراء ملابس العيد إلا لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، أما البقية لم يستطيعوا الشراء لهم. ما تزال قذائف ميليشيا الحوثي تحصد الضحايا وتدفن أسر اليمنيين داخل منازلهم، وآخر الضحايا ما جاء في موقع ماربرس. الحوثي ينهي حياة أسرة يمنية ويرسل لها الموتى إلى غرفة النوم. وفقا للموقع فقد قتل وأصيب 4 مدنيين إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبية غرب اليمن. وقالت مصادر محلية أن أحياء شارع 30 والمطار القديم وبرباشا تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في أطراف المدينة. واستشهدت امرأة تدعى نجيبة البريهي 41 عاما، وأصيب زوجها فوزي الحمادي 48 عاما بعد سقوط قذيفة حوثية على منزلهم. كما أصيب في القصف أيضا الذي تعرض له حي برباشا مدنيان رجل وامرأة. أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ، تحت هذا العنوان كتب سفير علي أحمد العمراني مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا: يتوهم الانفصاليون وأعوانهم بأنهم بشتائم والسباب لمن يخالفهم سوف يقيمون دولة محترمة، وهم في ذلك مثل الحوثيين الذين توهموا بأن الدجل والخداع والغدر سيمكنهم من التحكم في رقاب الشعب اليمني. بالنسبة للحوثيين يفترض أن دروس التاريخ تخبرهم بأن حبل الكذب قصير، ولم يستطع أسلافهم في عهود الظلام والجهل السيطرة على اليمن إلا لماما ولفترات قصيرة، لكنهم في الحقيقة أعاقوا اليمن لقرون من أن يكون لها إسهام حضاري يليق بها بكثرة الفوضى والصراع والاضطرابات التي تسببت فيها الإمامة وعقيدتها ونظامها. أما الانفصاليون فإن التاريخ القريب وهو تاريخ وحيثيات قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يؤكد بأن تلك الدولة الفتية قامت لتأكيد حقيقة أزلية راسخة، وهي وحدوية الشعب والكيان اليمني الواحد. وطوال وجود تلك الدولة ظلت تؤكد وتسعى لتحقيق الوحدة اليمنية بالقوة الخشنة والناعمة
حتى تحققت الوحدة للثاني والعشرين من مايو 1990. يرفع الانفصاليون اليوم علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات الهوية اليمنية الخالصة، لكنهم متماهون مع نقائض تلك الدولة من حيث الأهداف والغايات والهوية، وكثيرا ما يتحدثون عن استعادة الدولة، وغالبا ما يقفزون نحو ما يسمى بمشروع الجنوب العربي، وهو مشروع استعماري هش فاشل. ولو قدر لهم التمسك باستعادة الدولة اليمنية فسيكونون في الجانب الصحيح من التاريخ، وسيحظون بدعم واحترام الشعب اليمني كله، ما عدا الشرذمة الحوثية المارقة التي وجد الانفصاليون فيها ضالتهم، وتوهموا أنهم بها ومعها سينالون مآربهم لشرذمة الشعب اليمني وتقسيم كيانه وأرضه. ونفهم أن هذه ليست قيم أهلنا في الجنوب الحبيب ولا أخلاقهم، وأن كثيرا من أحرارهم ضحايا هذا الردح المشين والعنف اللفظي وما يعرف باغتيال الشخصية، وسيكون أهلنا في الجنوب أبرز ضحايا أشكال العنف الخطير لو انفرد بهم الطائشون. رغم الانتقادات اليمنية الرسمية للأمم المتحدة وحملات الناشطين اليمنيين على خلفية تسليم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 20 سيارة رباعية الدفع للميليشيات الحوثية، فإن الصمت الأممي لا يزال هو المسيطر، كما يقول موقع المنارة نت والذي علق: السيارات الأممية تبدأ مهامها في خدمة المتمردين الحوثيين. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي بدأت الاستفادة العملية من السيارات الأممية في نقل وحشد المسلحين والبدء في زراعة المزيد من الألغام في الساحل الغربي. ويفيد الموقع أن قادة الميليشيا في صنعاء كثفوا من اللقاءات مع الموظفين الأمميين بحثا عن المزيد من الدعم الأممي لمشاريع الجماعة. وعن مصير السيارات الأممية يقول الموقع أن اليمنيين ومعهم موظفو الأمم المتحدة شاهدوا الميليشيات في عرض البحر بالحديدة أو في عرض في الحديدة وهي تتباهى بالسيارات الأممية الجديدة. تتأهب الحكومة اليمنية لاستئناف استكشاف النفط في مناطق جنوب شرقي البلاد، كما تقول صحيفة العرب الجديد بعد إعلان شركة نفطية أندونيسية العودة للاستثمار في اليمن لتصبح ثاني شركة أجنبية تعود إلى البلد الذي يشهد حربا منذ 4 سنوات بعد شركة OMV النمساوية. مصادر حكومية رفضت ذكر اسمها للعرب الجديد أكدت أن شركة ميدكو إنجري الإندونيسية ستعود خلال النصف الثاني من العام الجاري لتنضم إلى الشركة النمساوية، مشيرة إلى أن الحرب فرضت على شركات النفط الأجنبية نزوحا جماعيا مطلع 2015. ميدكو إنجري أكبر شركة نفط أندونيسية بدأت أنشطتها في اليمن عام 2009 في مجال استكشاف النفط بقطاعين بمحافظة حضرموت، ونهاية عام 2012 أعلنت شراء حصة كبيرة في امتياز يمني للنفط والغاز من خلال شركة ميدكو اليمن. الباحث في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر قال للعرب الجديد أن استئناف الاستكشافات النفطية في جميع قطاعات النفط باليمن أصبح يسيرا في الوقت الحالي، خاصة أن المناطق التي تضم حقول النفط تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية. ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة و63% من الصادرات و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبية. بأي حال عدت يا عيد، تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. هذا العام جاء بقواسم مشتركة بين العرب الصائمين، وتركت بصمتها على أجواء عيد الفطر الذي سيحل غدا أو بعد غد، أهمها حالة القلق وافتقاد الأمن، ليس فقط بالمعنى الجنائي أو المادي، بل بالمعنيين الاقتصادي والنفسي أيضا. وغابت عن الشهر الكريم وأجواء ما قبل العيد روحانيات يفترض أنها سمت جوهري لتلك المناسبات الدينية. عرضت الشاشات العربية في رمضان عددا من برامج الواقع، اختلفت أفكارها لكن شيئا لافتا جمع بينها جميعا. بدت حالة من الكآبة والشرود على معظم وجوه المواطنين العاديين،
تراجع الاهتمام بالدراما والمسابقات وما تبثه الفضائيات بشكل عام لحساب الأوضاع الاقتصادية والهموم الإنسانية والأزمات السياسية والصراعات المسلحة في العالم العربي. وعلى الرغم من أن تلك الأوضاع قائمة منذ سنوات، إلا أن جوانب منها اكتسبت زخماً وسخونة، خصوصاً هذا العام فقد زاد التوتر مع إيران واتسعت الفجوة بينها وبين معظم دول المنطقة حتى صارت الحرب وشيكة. بينما تفجرت الأوضاع الداخلية في السودان والجزائر فاستدعت إلى الذاكرة موجة انتفاضات 2011 والتي وصفت بالربيع العربي. وأبت القضية الفلسطينية إلا أن تظل حاضرة وحية في الذهن العربي لتواكب بتفاعلاتها سخونة الطقس وحرارة الصيف، حيث ساد المنطقة قلق وترقب لما سيحدث بين العرب وإسرائيل بعد الشهر الكريم، على خلفية إعلان واشنطن أنها ستكشف رسمياً عن ملامح خطة جديدة للسلام بعد عيد الفطر مباشرة. ثم جاء تعثر تشكيل الحكومة في إسرائيل ليرتد الموقف مجدداً إلى حالة من الغموض وعدم اليقين والقابلية لكل الاحتمالات. تحت وطأة هذه الأجواء الساخنة منطقي أن يكون إحياء طقوس رمضان والاحتفال بالعيد مجرد أداء لطقس روتيني ذي صبغة دينية اجتماعية وليس عملاً مفرحاً ينبع بتلقائية وسعادة كما يفترض. وللأسف أخفق الإعلام تماماً في التعاطي مع هذه الأجواء، فلا هو استوعب حالة القلق والترقب لدى المواطن العربي ببث محتوى مطمئن ومهدئ للرأي العام، ولا هو نجح في إلهاء الناس عن مشكلاتهم المعقدة وأحوالهم الملتهبة بالدراما والترفيه. جاءت افتتاحية الغارديان بعنوان ترامب ضيف غير مرحب به ووجوده يشكل خطرا على سياستنا. وقالت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التي هرعت مسبقا لتكون من أول المهنئين لتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في واشنطن اختارت استضافته في زيارة رسمية لا ضرورة لها، وذلك في آخر أيامها في منصبها. أضافت الصحيفة أن ماي تنهي فترة حكمها التي اتسمت بالفشل بزيارة ترامب للبلاد التي تستمر لثلاثة أيام. وأردفت وفق ترجمة البي بي سي أن ترامب يعد ثالث رئيس أمريكي يزور بريطانيا في زيارة دولية رسمية، إذ سبقه كل من الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما. وتابعت الصحيفة أن ترامب يعتبر خطرا على السلام والديمقراطية ومناخ كوكبنا، وأشارت إلى أنه لا يمكن إنكار أن وجود رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل شعبه وأكبر الحلفاء المقربين لبريطانيا أمر جيد، إلا أن دعوته لزيارة البلاد واستضافة الملكة له ولزوجته ولأبنائه الأربعة يضفي الشرعية على سياساته المدمرة وميله إلى الاستبداد. دراسة فريدة من نوعها ترصد أثر النجوم أي المشاهير على المجتمع، كما كشفت وكما جاء في موقع الدي دبليو عن أن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول أدى إلى نتائج إيجابية لم تكن متوقعة. النجم المصري محمد صلاح بانتقاله قبل موسمين كرويين إلى نادي ليفربول البريطاني لم يكن له تأثير إيجابي على أداء النادي فقط الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، بل وأثر إيجابيا على المنطقة التي انتقل إليها الملك المصري بأكملها. فقد أظهرت دراسة نشرها معهد سياسات الهجرة البريطاني أن نسبة هجمات الكراهية ضد المسلمين في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية التي تقع فيها مدينة ليفربول تراجعت بمقدار 18.9% منذ انتقال صلاح إلى النادي. كما أن نسبة التغريدات المسيئة للمسلمين لدى جماهير نادي ليفربول انخفضت بمقدار النصف مقارنة بجماهير بقية النوادي البريطانية. ويشار إلى أن عددا من أناشيد مشجعي ليفربول تتمحور حول محمد صلاح والإسلام وتشير لهما بشكل إيجابي، وذلك منذ انضمامه إلى النادي وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. صفقة تقرير مصير كولونياليه تحت هذا العنوان كتب ماجد الشيخ مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا.
لن تستطيع الولايات المتحدة أن تقلع بخطتها ومخططاتها للمنطقة بدون خطة دفع مالي هائلة. لا تريد أو لا تنوي إدارة ترامب أن تمولها من جيوب ميزانياتها الداخلية أو ميزانيات معوناتها الخارجية، وإنما تسعى إلى أن يدفعها الحلفاء الإقليميون الخلص. فبدون خطة سياسية جدية لن يكون ممكناً البدء بالشق الاقتصادي من مخطط ازدهار حالم بل وواهم، لا سيما إذا ما أضفنا إلى المسائل المتفجرة في المنطقة محاولات إيقاد نيران حرب إقليمية مع طهران أو مع وكلاء لها هنا في المنطقة، حرب يجري تسخينها بانتظار سخاء تمويلها من جيوب حلفاء واشنطن ذاتهم، في وقت لا تملك إدارة ترامب أي خطة سياسية لما تسميه مسألة سلام الشرق الأوسط، وكل ما يهمها أن تواصل استجاباتها لما يرضي أهداف أطراف اليمين المتطرف الإسرائيلي وتطلعاته ومتطلباته وشروطه وضغوطه في استغلال مفضوح لوجود إدارة شعبوية أكثر يمينية في البيت الأبيض. لا تفوت مطلباً إلا ويجري تبنيه وتنفيذه ولو على حساب مصالح الولايات المتحدة ذاتها، وكما اتضحت مرامي وأهداف مؤتمر وارسو سيتضح بعد حين أن أخطر الدلالات التي سيكشف عنها مؤتمر البحرين وما قد يتلوه من تداعيات الكشف عن بنود الصفقة ذات المرجعيات الكولونيالية أن أنظمة رسمية عربية مشاركة في المنامة وغيرها من الدول المشاركة عن بعد لا يختلف تطبيعها وعلاقاتها كما تأييدها الضمني والواضح لسياسات احتلالية معادية للحقوق الوطنية الفلسطينية حتى في هذه المرحلة التي تقود الصفقة الترامبية إلى حسم مصير ما تبقى من الضفة الغربية. عدسات مصوري صحيفة التليغراف التقطت صورا جميلة ومتنوعة لأحداث وقعت في مختلف أنحاء العالم، نتابع الصور. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة، نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.